رغد. رغد سرحت قسما بالله. رغد يا كيف حالك يا شيخ؟ خير يا رغد. الله يسعدك يا رب ويجزاك خير على كل اللي تقدم. الله يسعدك. من اي مدينه انت؟ من السعوديه. ادري من اي مدينه؟ من جده. اوه والنعم. قولي. عندي سؤالين. جده غير. قولي. يوم الاثنين والخميس لازم انوي فيها يعني من الاول ولا لا عادي؟ صيام الاثنين والخميس. انوي بالليل. لازم يعني ولا لا مو لازم؟ لا انوي بالليل. الأسلم أن النية في الليل. طيب بس من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له كما قال صلى الله عليه وسلم. إيوة طيب مثلا يعني الحين في واحدة أكرهها يعني كذا من حركاتها واللي تسويه وجيت سولفت للناس إنه والله هذه أكرهها وكذا وسوت كذا وكذا هذه فيها غيبة ولا لا؟ والله العظيم غيبة. الله يجعلك تكرهيها، شو دخلك تقولي تكرهها؟ هذه غيبة. صح يا رغد؟ ايوه صح. هي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الغيبة؟ ذكرك أخاك بما إيه؟ بما يحب ولا بما يكره؟ ايوه بس انه يعني من حركاتها اللي تسويها. شو دخلك بحركاتها؟ شو دخلك؟ غيبة. ذكرك أخاك بما يكره، وأنت ما تسوين حركات الحين لما كلنا نسوي حركات، أنا أضايق نعمان، نعمان يضايقني. غيبة. عرفتي؟ ايوه خلاص. لا شوفي. احيانا بس انا بنصحك ولا بلا خلاص غيبه اختي غيبه ما يوجد بعد نصيحه محمد صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره. طيب خلاص الله يسامحنا يا رب. امين ويسامحني انا بعد. شو بعد يا رغد؟ لا بس خلاص سلمي على الاهل. الله يسلمي على الوالده. طيب الله يسعدك.